بسم الله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله. الحمد لله على ما هدانا، فقدر الله وما شاء فعل. فتقريبا هذا أسبوع ونحن في المخيم مع المنكوبين، مع من ديال الزنزال لضرب إقليم الحوز والمناطق المجاورة. الحمد لله على ما أصابنا، ف كل بأمر الله. الناس تصابت، ديور ريبة، موتى وجرحى. فمدينة أمزميز يعني الديور تقريبا كلها هي غير صالحة للسكن، اللي بقات يعني واقفة، أما اللي رابت راه باينة. فاللي بقات واقفة كتكون فيها تصدعات وغير لائقة للسكن. الآن حنا مع الناس اللي هما يعني مصابين، سواء بدنيا أو نفسانيا. ف يعني الحمد لله وصلت مساعدات، وصل الدعم، ولكن باقي الناس اللي هما باقي محتاجين، ويعني ما عندهمش الخيام، ما عندهمش الأفرشة. ف يعني كنتمنى الناس اللي هما يعني كي مكلفين او كيجيو كيفرقوا المساعدات، يقلبوا على الناس اللي يعني مازال ما توصلوش، او لا الناس اللي يعني مصابين وتا حد ما زارهم. كيفاش وصلت فعندنا نعم باقي ما وصلتش المساعدة؟ فين كاينين انت؟ أو لا وصلت شتي واحد المساعدة؟ السيدة اللي هضرت معاها الآن، فهي ما عندهاش يعني خزانة وما عندهاش الفريشة. السيد اللي معايا هنايا يعني ما زاروا حتى واحد، كيجيو غير الصحافة اللي كيشوفوه، أما بالنسبة للأطباء كيجيو يعني تيشوفوا بعض الناس هنايا وكيمشيو. هو اللي مسكين ربت عليه الدار، هو وولادو، مات مرتو وجوج بناتو، وباقي الجروح ديالو يعني مازال ما فيش ما دار لا ادويه لا والو. إذن هو مشى الطاقم ديال الهلال الأحمر جا راه واقف. الطاقم، جا الطاقم ولكن ما شافوش، لانه كان يعني هو كان هنا فوق. الناس اللي دابا اللي جاو دابا الهلال الأحمر قبل ما نواصل راه هما كاينين دابا، نعم مرحبا. كيفاش وصلوا لهم؟ ان شاء الله ان شاء الله كنتمنى انه تكون واحد العنايه بهاد الناس هادو، لانه النفسيه ديال الانسان اصعب من يعني الجروح. شكرا للهلال الاحمر، وحنا مستعدين باش نتعاونوا معاهم. و هذه فكره يعني مزيانه، والناس محتاجه هذا الطاقم هذا يعني على الصعيد او ماشي في المنطقه هذه. وكما قلت لك حنا مرحبا و مستعدين نتعاونوا يعني بجميع المكونات ديالنا.